المعرض هيدا حاولت طلع فيه كل اللي بحب طلعه من أيام الطفولة. يعني شريط فيه كتير من الذكريات الطفولة والحياة والمعيشة والأحداث والناس والجبل والوطن وبيروت كلهم مع بعضهم. خياري الجمال، خياري الفرح، خياري الحياة. مثل ما بتطلع الشمس بتشيل العتمة، تعمل فرح، تخلي النبات يتنفس وينمى، وبتخلي الإنسان يعيش ويفرح. خياري أعمل لوحة إلى مستوى فني تقني عالي، تكون على مستوى الحركة التشكيلية العربية والعالمية. وبتمنى انه هالمعرض يكون هو حلقة او محطة من المحطات التشكيلية اللي انا كنت بطمح اني وصلها للناس، وان شاء الله بتوصل.